صباح الخير والبركة، صباح الأمل والعمل. صباحكم دايما صباح اون، يوم جديد وحلقة جديدة. والنهاردة عندنا فقرات منها اللي علاقة برمضان ومنها كمان اللي علاقة بحياتنا وعاداتنا اليومية. صباح الخير نوال. صباح الخير عليك يا حسام، وصباح الخير على حضراتكم جميعا، ويا رب كده يكون يوم كله أخبار إيجابية وكمان يكون صيام مقبول بإذن الله زي ما بنحب دايما نبدأ كلامنا في رمضان. نروح كده برضو أول فقراتنا، دايما بنكون بنحب نقدم عن يوميات صائم زي ما متعودين، والنهاردة هنتكلم أو هنتابع مع دكتور مصطفى ساري، هو هيتكلم عن الرجيم في رمضان. طبعا ده الحاجة اللي بعيد عننا كلنا، بس خلينا نروح نشوف كده زي ممكن الواحد يعمل رجيم في رمضان، ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بيكم في يوميات صايم وخليك خفيف في رجيم رمضان. والناس كلها بقى بتشتكي وبتصوت وعمالة تصرخ، احنا دخلنا في رمضان وزننا زاد، هنعمل ايه؟ واللي وزنه زاد 2 كيلو، واللي وزنه زاد 3 كيلو، واللي مش عارف يعمل ايه. وخلاص الناس كلت واتبسطت وشبعت. ايه رأيكم بقى النهارده نعمل لكم حاجه لذيذه جدا، نقول لكم الوزن اللي احنا زدناه في الفتره اللي فاتت دي كلها نقدر ننزله ازاي. نقول رجيم رمضان، نعمل رجيم في رمضان. هل هنقدر نعمل رجيم في نقدر نعمل في رجيم في رمضان، وبطريقه مبسطه وبطريقه سهله، وهناكل كل حاجه بس ايه، بطريقه صحيه وبطريقه معتدله وبطريقه منظمه. الفطار يعني خلينا نقول بقى ان ايه، مثلا انا هاخد قراري بكره هعمل رجيم، عايز ابقى خفيف في الفترة الجاية في رمضان، او عايز انزل اللي انا زدته في الفترة اللي فاتت من بكرة. مش هقول بقى هستنى بقى يومين، انا عندي عزومة بكرة ولا عندي عزومة بعده، لان بكرة ده ما بيجيش. فلو انا خدت قراري ان انا هبتدي من بكرة. بكرة هبتدي اعمل ايه بقى؟ يبقى هتسحر، مش هستنى الفطار. السحور بتاعي عندنا هيبقى 3 اختيارات، يا اما 5 معالق فول وطبق سلطة وربع رغيف، يا اما بيضتين مسلوقين وقطعة جبنة قريش وربع رغيف، يا إما كوبايتين زبادي واتنين سمرة فاكهة. حلو الفطار حلو السحور كده؟ اتس اوكي. ممكن بعد السحور مباشرة ناخد مزايا أو نص مزايا عشان إحساس العطش، ونشرب مية طبعا في الفترة اللي هي قبل السحور بنص ساعة كده، نشرب مية كتير، ونتجنب إن احنا نشرب قهوة أو شاي أو نسكافيه عشان جسمنا ما يفقدش المية الكتير في ساعة الصيام. طيب الفطار هو المهم. انا طبعا الناس هتقول لك ده السحور ده قليل، لا السحور ده مش قليل للناس اللي هي السحور ده كويس جدا وصحي جدا وامن جدا، وبيوفر كل احتياجاتك من الاكل والشرب في فتره اللي هي في الفتره اللي هي هتصوم فيها 16 ساعه. الفطار اول ما الاذان يدن، يا اما عندي اختيارات كتير، يا اما اخد عصير طازه يعني كوبايه صغيره من العصير الطازج، ويفضل ان انا اخد واحده تمر مع كوبايه ميه، يا اما اخد كوبايه شوربه واقوم اصلي المغرب، وبعد كده اخد طبق سلطه مع طبق خضار مع ربع فرخه او حته لحمه مشويه او مسلوقه، او سمكه مشويه او مسلوقه، مع معلقتين رز مسلوقين او معلقتين مكرونه مسلوقين او بطاطسيه مسلوقه. وبين الفطار والسحور بعد الفطار بساعتين ممكن اخد يا اما 2 ثمره فاكهه، يا اما اخد حته كنافه قد علبه الكبريت، يا اما اخد قطايفايه، يا اما اخد 3 معالي ام علي، يا اما اخد بوله صغيره جدا من الخشاف. ونقدر نفقد نقدر نتخلص من الوزن اللي زاد الفتره اللي فاتت دي بسهوله جدا لو اتبعنا البرنامج الرجيم الخفيف دوت، او نمط الحياه الصحي الخفيف دوت الفتره الجايه في رمضان. نمط الصحي هو السؤال بقى مين يقدر؟ بس مين هيتبع النمط الصحي الخفيف؟ هتتبعيه نهوان؟ مفيش اي حد اعرفه بيتبعه حتى انت يعني ولا سمعت عن حد يعني. هو صحي طبعا وكل الكلام ده، بس انت بتبقى قاعد جعان جدا والاكل كله قدامك، فتشالنج فظيع ان انا اكل مثلا تمر واقوم وارجع تاني. يعني تخيل الموضوع عايز اراده فظيعه. بلاش تبقى محرضين، هو ممكن وجايز، هو ممكن بس احنا ما بنقدرش. بس على الاقل هو في بند واحد لو اختصرنا فيه شويه ممكن يسهل، اللي هو ايه بقى؟ الحلويات. لا يعني الحلويات لو قدرنا نسيطر بس على البند ده بتهيألي هيفرق معانا. نعوضها بفاكهه، دايما دكاتره بيقولوا عوضوا الحلو الحاجات الشرقيه بفاكهه، بس برضو مين يقدر؟ بس مين يقدر؟ دي بيخش اي عزومه بطبق الكنافه ولا طبق البسبوسه وكل الاختراعات الجديده، فطبعا ما حدش بيقدر انه يقاوم. عامه بالهنا والشفاء على الجميع، وان شاء الله نحاول نتبع بعد الرجيم بعد رمضان ده ونشوف الموضوع ايه بعد رمضان. هنروح مع حضراتكم لموضوع تاني لطيف، ويمكن
يعني ازاي ممكن انك تعمل تصميمات ازياء باستئصال تهاني سامح؟ هي طالبة الابتدائية قررت ان هي تعلم الحاجة المختلفة دي وان هي بتروح بخيالها لمجالات مختلفة. خلينا نشوف. الموضوع ابتدى معاها من اجازه الصيف اللي فات. طبعا خلصت الدراسه بقى وقالت لي يا مامي انا عايزه حاجات العب بيها. طيب عايزه ايه؟ قالت لي هاتي لي صلصال. اشترت لها عادي خالص كلعبه بتلعب يعني. المهم ابتديت الاقيها بتقعد بتصمم فساتين شكلها حلو. طب العب بالصلصال بقى كده طلعت على راسي كانت عندي في البيت وقعدت اعمل عليها فساتين وبعد كده صممت صورها. ابتديت اصور لها وانزل في جروب عندنا اسمه فاميلي، بقيت انزل للعيله بقى يشوفوا فبقوا مشكروا جامد جدا في شغلها ومبسوطين قوي منه. جت بقى الدراسه خلاص الموضوع اتقفل وعادي لعبه بتلعبها وخلاص. فالسنه دي برضو قلت لا بقى انمي الموهبه بتاعتها، فابتديت انزل على مواقع التواصل الاجتماعي. فلما نزلت على فيسبوك لقيت اقبال شديد جدا من الناس، تعليقات تحفز وبنتك موهوبه وبنتك لازم تنمي الموهبه دي، ويعني تعليقات بصراحه جميله جدا. فابتديت احس لا مش اكيد الناس كلها شايفه فيها حاجه من كم اللايكات والتعليقات اللي جت على المنشور اللي انا حطيته. قعدت تقول لي انا بعمل حاجات حلوه وتصاميم حلوه فحبيت ان انا اعمل كده وهي بتصورهم لي. ابتديت من هنا بقى اشوف لا لازم انمي الموهبه بحاجه ان انا اعملها لها توصلها للحلم اللي هي بتحلمه. لاني لما ابتديت ادردش معاها قالت يا ماما انا نفسي اكون مصممه ازياء. لما بلاقي فستان مش لاقي عليه مثلا الجيبه بقوم فكاها واعمله من الاول لحد ما بلاقيه عاجبني وفسيب. طبعا كان في برنامج المصمم العالمي اللي صعب، كانت تقعد قدامه تطلع الفساتين اللي يختاروها ومبسوطة جدا، لا ده ناقصه مش عارف كذا، ده ناقصه كذا، وتبتدي تعلق لا الفستان ده كان المفروض يعمل له كده، التصميم ده حلو ده اللي هيكسب. المفاجأة اوقات لما نكون بنشتري لبس حاجات تعجبها فاقول لها طب دي هتعملي بيها؟ تقول لي يا مامي انا عارفه انا هعمل بيها ايه، انا عارفه انا همشيها ازاي مع اللبس اللي عندي. يعني بيبقى عندها وجهة نظر وفعلا لما اشتري الحاجه اشتريها مش مقتنعه بيها، لما هي تلبسها وتجهزها وتعمل فيها حاجات اعجب بيها جدا. نفسي اكون مصممه ازياء كبيره وابقى مشهوره وكل الناس يلبسوا من الفساتين اللي انا هعملها والف العالم. نفسي بقى اوديها في اماكن تتعلم الخياطه، تتعلم الرسم عشان تخرج الفكره اللي في دماغها، لان هو دلوقتي اللي بتقدر تعمله ان تخرج فكرتها على الصلصال، ما بتعرفش ترسم. فعايزه اوديها اماكن بقى اتعلمها ازاي الفكره تنقلها على الورق بحيث يطلع التصميم. حلو قوي قوي تقرير ده، كنت انا وحسام حتى في الفاصل او احنا بنتفرج بنقول، لان انت مش بس هنا بتعرض علشان توري ان في نماذج عندها فكره وعندها ابداع الاجيال الجديده، لا هي البنت دي ممكن كمان مستقبلها تبقى فاشن ديزاينر كبيره جدا، لان هي تقريبا عمرها 12 سنه او حاجه كده. فالفكره دي وبعدين كمان طريقه عمل بالظبط المانيكان الصغير ده، يمكن انا حتى قعدت اسالك ايه ده من كتر دقتها انا افتكرت ان هو مستصال كبير جدا، تبقى في مراحل مختلفة. بس بجد الحلو كمان ان الاهالي يخلوا بالهم من يعني من ولادهم، ممكن كل طفل يكون عنده تالنت او يعني موهبة في حاجة معينة، فبس الاهالي المفروض ان هم يركزوا ويعرفوا ايه بالظبط اللي ابنهم ممكن يكون مبدع فيه، ممكن يفرق جدا معاهم في المستقبل لو قدروا ان هم ينموا او يشجعوه. ده حقيقي زي ما والدتها عملت فعلا، هي قعدت تراقب طبعا ده نموذج على الفيسبوك وبالتالي بدأت تلاقي تعليقات حلوة. اتمنى ان هي تكمل بس لما تكبر اكيد ان شاء الله. نروح حاجه كمان حلوه قوي، غسان ودينا دول اتنين متجوزين بيعزفوا بس بيعزفوا على عود واحد، ازاي ده بيحصل؟ خلينا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. دينا عبد الحميد فتاه مصريه بسيطه جدا، عشقت آلة العود من وهي عندها 9 سنوات، خريجه اعلام، لم تعمل بالإعلام، اشتغلت 6 شهور والموسيقى شدتني أكتر. غسان اليوسف باختصار عازف وعاشق لآلة العود، بقالي تقريبا حاجة و30 سنة بعزف آلة العود، ودلوقتي بدرس آلة العود في معهد الخاص وفي معهد الموسيقى. فكرة إن احنا ازاي تعرفنا على بعض برضو من خلال الموسيقى ومن خلال آلة العود، كنت أنا رايحة أدرس عود في الأوبرا
وغسان نفس الحكايه يدرس عود في الاوبرا وقد كان يعني العود برضه هو السبب وتعرفنا على بعض من خلال العود. الموسيقى هي لغة من يعني لغة تنحس، يعني ممكن أي إنسان يعزف الموسيقى أي جنسية أخرى تحس المزيكا دي، إن كانت مثلاً موسيقى فرح فبتلاقيه بيتحرك معها بيفرح. العود الصوت بيطلع من قلب العازف، لأن ممكن 10 تلاقيهم بيعزفوا بس ولا واحد وصل لك غير واحد فقط. العود هو بالنسبة لي أنا حبيبي، يعني باختصار صديقي، أخويا، أمي، أبويا، وطني، بحمله معاي وين ما بكون موجود. خلي بالك من نقطة أنه العود رافقني يعني من طفولتي، فهو رفيق الدرب وبنفس الوقت هو لسان حالي. ممكن تلاقي اثنين بيعزفوا على آلة عود، واحد ماسك عوده والتاني ماسك عوده، ده بيعزف الميلودي والهارموني، الميلودي يعني الخط الأساسي والهارموني صوت المصاحب ليه. وفي نفس الوقت احنا انا وغسان بنعزف الطريقة دي، وكمان بنمسك انا العود بصوابعي وغسان بالريشة بتاعته، آلة عود واحدة فقط. العزف مع دينا طبعا اكيد رح يكون مختلف غير لما اكون لحالي، لانه معي توأم روحي، وبنفس الوقت وانت عم تعزف مع شخص آخر عم تعطي صوت آخر، نبرة أخرى للآلة من خلال هالثنائي هذا. وبنفس الوقت كمان فكرة العزف على آلة واحدة، يعني أنا ودينا نعزف بس على عود واحد. يعني غسان بيقول العود رفيق الدرب، ورفيق الدرب ورفيق الحب كمان، هو اللي عرفهم على بعض. وكان نفسي نشوف كمان لو هما في حفلة ازاي تفاعل الجمهور معهم، لكن على اي حال مما لا شك فيه انه موهبة برضو تستحق الوقوف عندها والاعجاب. نروح لحالة الطقس ودرجات الحرارة النهاردة، وهنبدأ مع حضراتكم كما تعودنا من القاهرة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 32 20، في اسكندريه 28 20، في مرسى مطروح 27 19، في الغردقه 33 26. يعني النهارده الجو لحد ما افضل من امبارح. شرم الشيخ 34 26، اسماعيليه 32 17، بورسعيد 28 21، والسويس 33 18. هنروح للمنيا 33 20، سوهاج 35 21، الأقصر 37 23، أسوان 38 25. كنا بنتكلم في أربعينات امبارح، أقصر وأسوان بالظبط. يعني العريش العريش 32 17، نخل 30 12، طابة 31 16، والتور 30 21. كمان هنلاقي كاترين 27 14، مرسى علم 32 26، 30 34 24، حلايب 31 26. نختم بقى بوسط الدلتا 31 21، دمياط 27 21، بلطيم 28 19، والفيوم 33 21. هنروح معاكم لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل ونشوف اهم اخبارنا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد من مجلس اساقفه وممثلي الكنائس الرسوليه الشرقيه في استراليا ونيوزيلندا برئاسه المطران روبرت ايلي، مطران الملكيين الكاثوليك بسيدني، وعضويه ايضا عدد من مطارنه واساقفه الكنائس القبطيه والمارونيه والارمينيه في استراليا ونيوزيلندا، وبحضور السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجرة والشؤون المصريين بالخارج. أيضا خلال اللقاء ألقى مطران الكاثوليك المارونيين في سيدني أنطوان ترابي كلمة في بداية اللقاء نيابة عن وفد المجلس، وأعرب خلالها عن خالص التعازي للشعب المصري في ضحايا الحادث الإرهابي اللي شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضي. أوضح أيضا أن زيارة الوفد تهدف بالأساس إلى الإعراب عن التضامن مع مصر وشعبها في مواجهة الإرهاب.
خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء وأهميته وتوقيته أيضا مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ست السفيرة نبيلة مكرم. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا. معلش من ازعجك الصباح يوم الجمعه، لكن كنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا اللقاء، خاصه انه حمل مشاركه مجموعه مختلفه من طوائف ايضا الكنائس المسيحيه، واشمعنى هذا التوقيت تحديدا؟ مظبوط، احنا كنا بنرتب لهذه الزياره، طبعا حضرتك عارف وفد رفيع المستوى من الكنائس الرسوليه الشرقيه في استراليا ونيوزيلندا. الحقيقه جه توقيت هذه الزياره بعد الاحداث الاخيره المؤسفه اللي مرت بيها مصر. برضو لم يتم اعاده النظر في تحديد موعد اخر لهذه الزياره، ولكن اصر الوفد لزياره مصر. رتبنا له الكثير من الزيارات، على رأسها طبعا كان امبارح استقبال السيد رئيس الجمهورية ليهم، وكان الحقيقة اللقاء صادق ومثمر جدا. السيد الرئيس أعرب لهم عن طبعا حرص الدولة على حماية مواطنيها بشكل عام، على التحديات اللي بتواجهها الدولة، وهم كمان أعربوا لسيادته عن تقديرهم لشخصه الكريم في حماية الوطن وللأعباء اللي بتقع على كاهله. أيضا بعثوا برسالة له تأييد ومناصرة ومساندة لمصر في الأيام اللي احنا بنمر بيها، وحرصهم على نقل الرسالة اللي سمعوها من سيادة الرئيس لجالياتهم في استراليا ونيوزيلندا، لأن الحقيقة فندم كل واحد منهم، كل أسقف جاي، عايز أقول لحضرتك وراه حوالي 400,000 من متابعي هذه الكنيسة. فإذا الرسالة بتصل بطريقة صادقة، خاصة إحنا الاتصالات مع أستراليا ونيوزيلندا يمكن بعيدة شوية، فجت هذه الفرصة إن هم يلتقوا بالسيد الرئيس، وإن هم يبقى في حوار مباشر بينه وما بينهم، إن هو يوضح لهم الحقائق اللي مصر بتواجهها. أكيد كان له يعني إيجابية شديدة جدا في هذا اللقاء. أيضا كنت نظمت لهم لقاء مع فضيلة الإمام الأكبر، وطبعا مع قداسة البابا توادروس. امبارح أيضا التقوا بمعالي وزير السياحة، والنهاردة مع معالي وزير الثقافة. عملنا لهم أيضا زيارات ميدانية للأهرامات وللمتحف المصري، والنهاردة أيضا بيزوروا المصابين في حادث المنيا في المستشفى، وأيضا حيقوموا بعمل بيان رسمي عن رحلتهم وعن الأمن في مصر برغم كل الأحداث اللي بتحصل. إنما هم اللي بالتأكيد هتنعكس كمان على مجتمع كبير في استراليا، وايضا في مهاجرين وعرب واقليات مختلفه. خلينا نقول، عايزه اقول لحضرتك كمان ان هم اصروا ان هم يضعوا مبلغ رمزي تقديرا لشهداء الجيش والشرطه لاطفالهم. فالحقيقه كانت زياره، هم الحقيقه بيغادروا بكره صباحا، انما كانت زياره مثمره للغايه، والرسائل الايجابيه اللي طالعه من هذه الزياره اكيد كان ليها يعني اثر ايجابي شديد، خاصه في هذه الايام. هي مشاعر طيبه، وبالتاكيد هتنعكس كمان امام كمان الراي العام، خلينا نقول في استراليا، وهيبقى ليها ايضا تاثير نفسي طيب. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفيره وزيره الدوله للهجره والشؤون المصريين بالخارج السفيره نبيله مكرم. ننتقل بقى مع حضراتكم. المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قال ان الحكومه تتخذ عده اجراءات لتخفيف الاعباء على المواطنين، مؤكدا على استمرار الدوله في برنامج الاصلاح الاقتصادي، واوضح ايضا ان هناك برنامج واضح لرفع الدعم عن الطاقه على 5 سنوات، ولم يكن هناك طريق اخر للتوقف عن هذا البرنامج منذ 2014، لان النتائج كانت ستكون صعبه. وقال كمان ان الاصلاح يحتاج فتره حتى تحقق نتائجه. خلونا ناخد مزيد بقى من التفاصيل من الأستاذ عبد اللطيف وهبة، مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريدة الأهالي. صباح الخير أستاذ عبد اللطيف على حضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. خلينا كده
نتكلم بمنتهى الشفافية والبساطة، احنا بنتكلم عن هنا هذا البرنامج الإصلاح الاقتصادي، بنتكلم ان هو منذ اواخر 2015 الحكومة بتعمل عليه، وكان في برضو بنود بتعمل من خلالها، منها تحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة والعديد من الإجراءات. سؤالي ما هي المزيد او ما هو المزيد بقى والإجراءات الأخرى اللي سيتم اتخاذها؟ والتاني حاجة، امتى المجتمع او المواطن هيقدر يشعر بقى بنتائج هذا الإصلاح يا فندم؟ اتفضل. يعني برنامج الإصلاح الاقتصادي ده من سنة 2014 يعني، وكان بيقوم على تحريك أسعار بعض الخدمات سنويا. يمكن احنا بدأنا بالكهرباء، الكهرباء ماشية بصورة منتظمة، بتحصل زيادة سنوية بنسب معينة. كان المفروض بتنتهي هذا او بينتهي برنامج الكهرباء مثلا مع بعد 5 سنين، لكن نظرا لظروف الراهنة تم مد هذا البرنامج تقريبا مع الابقاء على يعني مبلغ او حجم من الدعم لدعم الاسر الفقيرة في والمتوسطة. يمكن هيتم الإبقاء على يعني ما يقرب من أو رصد حوالي 10 مليار جنيه سنويا لهذه الطبقة. لكن بالنسبة لدعم المواد البترولية، احنا بدأنا فعلا البرنامج 2014، توقف في 2015 و16، حركناه في العام الماضي، وهذا البرنامج أيضا على مدة 5 سنوات. طبعا تحريك المواد البترولية ليس هو الهدف الوحيد، ولكن احنا عندنا يمكن حضرتك تتذكري ان هم عملوا كروت ذكية بالنسبة للبنزين. هذه الكروت تم تطبيقها في مرحلة اولى اللي هي من مناطق الانتاج الى المستودعات الى محطات البنزين، بحيث بيتم رصد الكميات المنتجة واللي هي بتخرج تروح لمحطات البنزين. دي مرحلة مطبقة، لكن لم يتم تطبيق بالنسبة للمواطنين اللي هو الكارت الذكي، اللي هو لما حضرتك بتخش تمول من البنزينة بيكون معاك كارت وبيديك بموجب هذا الكارت. المرحلة دي حتى الآن لم تطبق، لأن الهدف منها أولا إن الحكومة بتدرس معدلات استهلاك الفرد من المواد البترولية، بمعنى إن ممكن دي تبقى مؤشر هل المواطن بيستهلك، صاحب العربية الخاصة بيستهلك قد إيه في السنة، وبالتالي بتحدد له كمية، وبعد ذلك إذا احتاج وخلص هذه الكمية دي في مرحلة لاحقة إنه بياخد بالسعر الحر. أنا بعتقد إنه خلال الفترة القادمة يعني يمكن لم تحدد، أو مع الموازنة العامة الجديدة هيتم تحريك جديد للمواد البترولية، علشان يكون في كما تقول الحكومة نوع من التعادلية بين سعر التكلفة وسعر البيع. يعني الأسعار يا فندم هنا في كلام إنه ممكن يكون في زيادة في الإجمالي. ده برنامج موجود يعني ما حدش بينكره على الإطلاق يعني. فهناك زيادة متوقعة من الممكن إن هي تحدث مع بداية العام المالي الجديد. ليه؟ لأن أولاً إحنا بينا يعني يمكن لو حضرتك شفت كده مصر وعدد السيارات اللي ماشية فيها، احنا بقينا يعني بنستهلك كميات كبيرة جدا من المواد البترولية، وبنستورد في نفس الوقت كميات كبيرة جدا منها ايضا. احنا دلوقتي معدل استهلاك المواد البترولية في مصر وصل لحوالي 87 مليون طن في السنة. يمكن كنا قبل سنة 2010 او 2011 كنا تقريبا حوالي ما بنوصلش ل 60 مليون طن في السنه، او يمكن اقل كمان. الاغرب من ذلك
ان احنا بنستورد 30% من هذه الاحتياجات من الخارج. ثانيا احنا الاول كنا كان المواد البترولية فيها نوع من التعادلية، يعني كنا بننتج شوية وبنصدرهم، وكان سعر البرميل مثلا كان طيب. على كل حال استاذ عبد اللطيف، بس لان دي مزيد يعني حضرتك بتدينا تفاصيل مهمه جدا، لكن لان الوقت قصير كل حال انا هشكرك جدا استاذ عبد اللطيف وهبه مسؤول ملف مجلس الوزراء بجريده الاهالي. المهم من الموضوع ان احنا نعرف ان في زياده طبعا متوقعه والحكومه ما بتنكرش ده، يعني عشان بس الناس كلها تبقى عارفه. هي بس الفكره انه التصريحات بتقول انه ده في سياق طبعا خطة الإصلاح الاقتصادي، جميل واحنا واقفين معاها، لكن في نفس الوقت احنا بنتكلم في ارتفاع غير مسبوق في مستوى التضخم وفي انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري، فايه اللي هيرافق ده من اجراءات تخفف علينا جميعا؟ هو ده السؤال، لانه في مجهود مبذول لكنه في النهاية ليس بالقدر العائد على المواطن يعني في الاخر. بقى ده بقى الاصلاح ده ايه هو يعني غير ارتفاع الاسعار، لان ده مواكب او طبيعي مع اي برنامج اصلاح اقتصادي، لكن المفروض يكون في نتائج برضو لصالح المواطن في اللونج، يعني في اللونج ران او على المدى الطويل. في دعم سلع طبعا نزل المواطنين في رمضان، وفي زياده علاوه على المعاشات، لكنه في نهايه الامر دي كلها مسكنات وقتيه ولن تمتص قوه ايضا خلينا نقول ضربات الاصلاح الاقتصادي وتاثيرها على هي الدوله اللي بتتحمل كل ده عامه في الاخر، بتتحمل والمواطن بيتحمل اكتر واكتر. هنروح لخبر تاني، وكمان الدكتور محمد سلطان محافظ اسكندريه اكد خلال مؤتمر صحفي، ويمكن كلنا تابعنا ازمه عقار او برج الازاريطه المائل اللي صدر له ترخيص ايضا بالازاله في عام 2003، لكنه تم بناء ادوار مخالفه، كان المفروض يبقى 4 ادوار بس، وصل ل 12 دور. تعالوا نشوف جزء من المؤتمر الصحفي اللي عقده امبارح المحافظ. هذا العقار صدر له ترخيص في سنه 2003 بارضي واربعه، ولكن هو خالف وبنى 14 دور وصدر له قرار ازاله ولم يتمكن الحي من التنفيذ لوجود سكان داخل هذا العقار، واكثر من مره اتعمل حمل ليه لكن لم نتمكن من التنفيذ. لكن الحل الهندسي الطبيعي او الذي يجب ان يكون انه يتم هدم هذا العقار حتى لا يحدث له انهيار مفاجئ ويؤثر على العقارات المجاوره، وده اللي عملته امبارح قوات الشرطه مع قيادات المحافظه والحي، انه تم اخلاء جميع المنازل المحيطه او الموجوده في دائره المنزل ده تحسبا لاي انهيار لا قدر الله مفاجئ. تم الاخلاء الحمد لله لجميع الاسر، وتم توفير اماكن ايواء ليهم. عندنا هنا في محيط منطقه الازاريطه والابراهيميه في 5 مدارس تم تجهيزها، وهذه المدارس مجهزه باسره ومجهزه بدورات مياه ومجهزه ايضا بوجبات غذائيه للناس اللي تم اخلاء منازلهم. وهذه الاماكن للبيوت المؤقته اللي هي هترجع بعد 72 ساعه او بعد 48 ساعه بعد ما ننهي عمليه هدم هذا المنزل. بعد كده مش لو تم الهدم مش هيبقى في خطوره على المنازل المجاوره، هيتم عوده الناس اليها لطبيعه حياتهم العاديه جدا. طبعا مشكله البناء المخالف مشكله كبيره جدا، احنا بندعو الساده اعضاء مجلس النواب ان يكون في تدخل في تعديل لقانون البناء بحيث يكون هناك تغليص العقوبه وليس عقوبه على صاحب العقار الذي دائما يكون مجهولا نصيا الوصول اليه، لكن عايزين عقوبه لاي حد يشارك في بناء العقار، اي مقاول، اي حد يشارك في بناء العقار المخالف. وبندعو كل المواطنين انهم ما ياخدوش اي وحدات سكنيه في اي عقارات مخالفه، لان هم كمان لو القانون اتطبق وكان في حظ ممكن يقعوا تحت المسؤوليه الجنائيه. عقارات المجاوره 2004 كان ليه تصريح ان هو يبقى 4 طوابق فقط، فاحنا بنتكلم يا جماعه تاني في ان احنا كنا عايشين في اللا دوله. الفكره كلها ان في فساد حتى من قبل موظفين في الدوله، يعني طبعا ده شيء مش جديد يعني انا بقوله، بس موضوع متفشي بشكل كبير. طب كان من 2004 المفروض 4 طوابق، سكت عنه كل ده ليه؟ يعني انا نفسي افهم، هل المفروض المصيبه تحصل وبعدين نروح نشوف؟ حتى الناس اللي كانت ساكنه كانت رافضه ان هي تمشي، يعني حسب الكلام اللي احنا دلوقتي سمعناه. ف يعني الكلام ده غريب جدا، ما هو برضو الدوله بتيجي كده تشوف ان احنا جزء بيبني وجزء تاني مش عايز البنى ده، عايز يفضل زي ما هو، عايز الوضع كما هو عليه زي ما بيتقال، لا يمكن، ده مناقض لده.
لا يمكن الدولة هتتقدم ولسه في ناس بهذه العقلية ولسه في موظفين بيرتشوا في الأمور بتمشي كده حبي ومعلش وأربعة زي 14. الكلام ده ما ينفعش خالص، يعني نفسنا بقى نتخلص من الثقافة دي حقيقي. خلينا ننتقل مع حضراتكم بعد كده. قام دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بزياره لمدينه العلوم للبحوث الالكترونيه التابعه لمعهد بحوث الالكترونيات لتفقد المنشات والحضانات الحاضنات التكنولوجيه عفوا والمعامل والاقسام البحثيه بالمدينه. خلينا نروح نتابع. جوله في معهد بحوث الالكترونيات تحت الانشاء قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي للوقوف على مستوى العمل بالمعهد الذي ستفتتح أولى مراحله قريبا. المركز ده من المراكز المتميزة جدا على مستوى الشرق الأوسط ومستوى يعني ليه ترتيب في العالم في البحث العلمي. الجديد في هذا الموضوع ان احنا بننتقل الى مقر جديد قريبا جدا، مقر يليق بالتكنولوجيا اللي احنا بنتكلم على ضوها. مصر متميزة في مجال البحوث الالكترونيات، يمكن استثمارات الدولة في مجال بحوث مجال الالكترونيات بصفة عامة حوالي نمرة 3 من الاستثمارات من ناحية المشاريع ومن ناحية عدد العاملين ومن ناحية المنتج اللي احنا بنطلعه. اللي احنا شفناه النهاردة واحنا لسه في بداية الافتتاحات ان التقنية اللي موجودة في العالم كله من احدث حاجة هتبقى موجودة في اللي احنا فيه ده في مدينة العلوم اللي احنا في صدد انشائها ان شاء الله في خلال السنتين الجايين. ثالث اكبر صناعة في مصر تحمل ميزة تنافسية واعدة بامتياز بأسقف تمويل أعلى ودعم أوسع من أي فترة مضت. المرحلة الأولى مفروض أنها تتفتح خلال شهر إن شاء الله، ودي هيتنقل فيها جزئيا معهد بحوث الإلكترونيات. المفترض إحنا تعاقدنا النهاردة مع وجود معالي الوزير على المرحلة الثانية ودفعنا 25% اللي هي حوالي 80 مليون جنيه من إجمالي 318 مليون جنيه اللي هو مبنيين الآخرين اللي هو السي والدي أو المرحلة الثانية من المدينة العلمية. بعد كده هنطرح المدينة العلمية اللي هو حوالي 8 مباني للاستثمار في البحث العلمي. قاعة المؤتمرات واللي بتساع حوالي 1500 فرد أمام مطار القاهرة بشكل مباشر، معاها الفود كورت بتاعها، معاها الجراج، معاها مدخل رئيسي قدام مطار القاهرة على جوزيف تيتو، هيبقى مسار للاستثمار في مجال البحث العلمي. عندنا مركز تدريب على أعلى مستوى، عندنا مقر هيبقى للشركات الصغيرة اللي شغالة في تصميم الدوائر الإلكترونية، والتصميم الدوائر الإلكترونية احنا متفوقين فيه بشكل كبير جدا. يعمل القائمون على هذا المعهد لجعله واحدة بحوث إلكترونية مصرية على غرار مثيلات نعرفها عالميا وإقليميا. عمر نور الدين أونلايف. نروح معاكم أيضا لخبر يمكن ليه علاقة بالعلوم بشكل أو بآخر، وحقيقة برضو يقول التعجب. خلينا نقول إنه الولايات المتحدة كشفت عن أكبر طائرة نقل في العالم، المسافة ما بين طرفين الجناح بتبلغ تقريبا 117 متر، يعني المسافة ما بين طرفين الجناح 117 متر، وبيصل وزنها ل 230 طن، وارتفاعها عن الأرض بيبلغ 15 متر. زي ما حضراتكم بتشوفوا معانا في الصورة، الخبراء بيأكدوا إن الطائرة دي مزودة ب 28 عجلة قادرة على نقل حمولات تصل إلى 250 طن. يعني سفينة فضاء، خلينا نقول سفينة فضاء. دي طائرة ايه برضو؟ انا مش فاهمة. طائرة واضح انها تبقى طائرة، يعني هي ممكن طائرة نقل بضائع وشحن، بس يعني خلينا نقول من الارض الثقيل شوية، ثقيل قوي كمان. ثقيل جدا بس شكلها حلو، يعني تحسها كأنها طائرتين في بعض. ما هي كده فاهم. انت تخيل المسافة 117 متر، مسافة الجناح 117 متر، يعني ده يعني مسافة، يعني طبعا مسافة تجري فيها اصلا. نروح لفاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقاتنا فقراتنا كمان من النهاردة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. أبرز بقى المنشطات في جرايد النهاردة، خلينا نبدأ باليوم السابع صفحة 2. المنشط بيتكلم عن أن القومية للأنفاق بتسلم موقع محطة ماسبيرو للشركة المنفذة لمترو الأنفاق، وهي هتبقى شركة فرنسية هتبدأ إنشاءات المحطة ومفروض هتستعد كمان لحفر المترو، ده هيكون خلال أيام. خبر تاني، طبعا امتحانات الثانوية العامة بتصدر المنشطات، و في المصري يوم في صفحة 6 تحقيق عن سنة أولى
بوكلات، وكلنا عارفين طبعا ان البوكلات هو نظام الثانويه العامه اللي هيتم بيه الامتحانات. السنه دي انطلاق ماراثون الثانويه العامه الاحد بالنظام الجديد، والجهات السياديه نلجا للكود السري، وشاومينج يتحدى هنسرب واتساب. رئيس امتحانات الثانويه العامه لا تسريب بعد اليوم، ورئيس لجنه التعليم بالنواب الدوله ستتواجد بقوه داخل اللجان. تربويون الدولة لن تستطيع السيطرة على الغش. كان أيضا في عدة آراء لخبراء تربويين منهم كمال مغيث. وخلينا نقول أنه أيضا في نفس التحقيق التعليم بتضع 10 ضوابط لمنع التسريب، كود سري بكل نموذج، ونقل البوكليت في صناديق صاج. خلينا نقول كمان بعض المعلومات اللي كانت عندنا، ان شاومينج بتدار من المانيا، ده حسب المعلومات كمان اللي وصلت. وانا خلينا نقول برضو هتفق مع الدكتور كمال يا حسام هنا ان الدوله لن تستطيع السيطره على الغش، ربما ده يكون كلام الى حد ما حقيقي. الفكره برضو ان الرهبه اللي هتكون عند التلاميذ يا حسام، الموضوع صعب جدا لما تلاقي ان هيبقى في شرطه وهيبقى في ناس بتراقب بشكل، ويقول لك الدوله هتتواجد داخل اللجان. يعني انا اتمنى بس ما يكونش ده في الاخر هياثر على التلميذ نفسه، لان الرهبه اصلا الامتحان ليه رهبه، فكمان التامين بشكل يعني مبالغ فيه ممكن ياثر على الطالب. فنتمنى ان الطالب في الاول وفي الاخر، لان اكيد كلنا عايزين مصلحته جراء القرارات دي، فنتمنى ان هو ما يتاثرش بس بايه اللي بيحصل. يعني اصلا كمان في ضمن الضوابط اللي طلعت وزاره التعليم انه هيتم تفتيش الطلاب قبل بداية اللجنة بالعصاية الإلكترونية وكده، فبرضو يعني المنظر قد يكون فيه شوية رهبة، لكنه احنا بنبص في النهاية للجزء الإيجابي. خلينا نقول دايما انه ان شاء الله ما يحصلش غش ويضيع حقك وحق غيرك من المجتهدين، ده ما نتمناه. نروح للدستور صفحة 6 بيتكلم عن تحقق الدستور بيحقق فيه كارثة بقى هنا برج الأزاريطة المائل، زي ما احنا كنا بنتابع مع حضراتكم برضو مالكه هنا خلع بعد بيع الشقق، الفساد اللي بنتكلم عليه. الحي طنش، الفساد اللي بنتكلم عليه. عندك 6 قرارات إزالة كانت موجودة. الأهالي تقدموا بشكوى عن ميلو من 4 شهور وتم الطناش زي برضو ما الخبر بيقول. رئيس الحي رخصته 3 أدوار. مالكه استغل يناير في رفعه 13 طابق. خبراء بيحذرون من مناطق الكوارث المحتملة. يعني حاجة هترك لحضراتكم فيها التعليق حقيقي. لا، هي بالنسبة لي المفاجأة انه الاهالي تقدموا بشكوى عن ميلو من 4 شهور. يعني برضو عشان اللي لازم تحقيق في الجزئية دي، عشان اللي بيقولوا ده كان جماعة في 2004. طب ما احنا دلوقتي في 2017 وفي تحقيق او في تقدم او تقدم بشكوى من 4 شهور. يعني من هم مسؤولين في مواقعهم دلوقتي؟ مسؤولين بالظبط زيهم زي اللي كان مسؤول من 14 سنة، صح ولا ايه؟ طبعا. طيب نروح للمصري اليوم، ولان الموضوع الصراحة كوميدي، لانه حتى ناس بتشبه موضوع مرض الأزاريطة ده بحال مصر المايل، يعني هنخلي او بحالنا احنا، خلينا بلاش مصر، حالنا احنا اهل مصر المايل. كاريكاتير عبد الله في ايضا مصر اليوم بيوضح مع حضراتكم ايضا انه الرشوه والفساد والمحليات ده بيسموه الدومينو افكت، انه في الاخر بينهار كل شيء، ونتيجه الدومينو افكت واحده بتقع على الثانيه ادى في النهايه الى يعني مش عارف اسميه انهيار او الشروع في انهيار برج الأزاريطة. هو يعني صورة معبرة، يعني انت بتتكلم ان للأسف الفساد متمثل في حاجات كتيرة جدا، منها الرشوة وفساد المحليات والإهمال و و و، يعني يمكن دول 3 عناصر بس، وده اللي بنتكلم فيه. لا يمكن الدولة دي تقوم على رجلها طول ما احنا عندنا كل العناصر اللي لسه بتهدم شيء يا جماعة أصبح غير مقبول أعتقد تماما في الفترة بالذات اللي احنا فيها دي. نروح لليوم السابع صفحة 16، المنشط بعنوان أم بدوي. أم بدوي دي مين؟ دي سيدة مفروض بقالها 40 سنة بتأكل ضيوف بيت ربنا، الناس اللي بتتردد يعني في ساحة سيدنا الحسين، بتعمل مائدة لله طوال الشهر الكريم وكل جمعة في الأيام العادية. ليه بيتكلموا عنها؟ ليه عاملين منشات عنها؟ لأن دي ست عندها إنسانية ربما ليست عند البعض اللي بيتحدث باسم على سبيل المثال يعني ربنا. فالشعور بالآخر ده
الامر احنا في حاجه ليه، يمكن قل شويه لكن في ناس لسه كويسه. يمكن هي كمان من الصوره نقدر نقول ان ظروفها يعني متواضعه جدا، لكن بالزبط. هي كل جمعه بتحب ان هي تروح في الايام العاديه حتى مش في رمضان بس ان هي تاكل الناس، فشعور طيب جدا. لو عندنا كلنا الشعور ده تجاه بعضنا اعتقد الدنيا هتختلف كتير يعني. والدنيا لسه بخير طول ما في كمان ام بدوي وامثال ام بدوي. هنروح مع حضراتكم لاسعار تداول العملات وفقا لشاشه البنك الاهلي المصري. نروح بقى للحاجة اللي أنا بحبها أسعار العملات، نتابع كده أسعار الذهب مع حضراتكم حالا على الشاشة. طيب نروح لفاصل طبعاً بس احنا دايما نقول اللهم اني صائم ونتقشف، ده شهر التقشف فيش تقشف في هدايا. نروح لفاصل نرجع نكمل محاضره. خلينا نبدا كده ان زي ما تابعنا اعلن كرم جبر رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه اسماء رؤساء مجالس الاداره والتحرير الجدد للصحف القوميه خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئه الوطنيه للصحافه، ده كان اول امبارح. من ضمن الاختيارات تعيين الاستاذ احمد ناجي قمحه رئيسا لتحرير مجله السياسه الدوليه. النهارده بقى هو ضيفنا وهنتعرف كمان على هذه الاختيارات، مسيره مجله السياسه الدوليه، مستقبل كمان هيكون عامل ازاي، اهم المواضيع اللي هيتم طرحها، الاختلاف اللي هيكون موجود. هنرحب في الاستوديو بالاستاذ احمد ناجي قمحه رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه. صباح الخير يا فندم. صباح النور استاذ هنا هون، الله يبارك في حضرتك. صباح الخير يا فندم، الف مبروك. صباح الخير استاذ حسام. يعني احنا باين عليه بس في البدايه، كل سنه وانتم طيبين. عيد الاعلاميين على فكره، انتم ناسيين عيد الاعلاميين بجد. كل سنه واحنا طيبين والله، كل سنه طيبين. عيد الاعلاميين كل سنه طيبين، ده بينسي اي حاجه الحقيقه. بس باين على حضرتك حقيقي ارهاق، يعني واضح ان في ضغط من ساعه الاعلان، يعني من بقالنا يومين دلوقتي واضح ان في ضغط كائن، صح كده؟ لا مش ضغط، بس طبيعه المسؤولية ومحدودية الوقت، عدد جديد طالع، عدد قرب جدا. ربنا يسهل. طب وفي رمضان قبل ما نبدأ بس بتتابع ايه على اون على اون دراما عندنا؟ لا لازم نعرف. المسلسل الشهير يعني هربانة منها، بتاع ياسمين عبد العزيز. لا حلو فعلا. وازاي بقى طب؟ احنا بنسألك الرسالة دي عشان احنا هنروح معاك يمكن من بنحاول نخفف من التون شوية، نخفف لان هنروح للسياسة الدولية، وواقع الكلمة احيانا بيبقى صعب، لكنه في نهاية الامر لا
لا غنى عن المعرفة بالسياسة الدولية بأي شكل من الأشكال، خاصة في ظروف العالم اللي احنا بنعيشها دي. أنا بدأ حضرتك مع فكرة مجلة السياسة الدولية، المجلة العريقة اللي رأسها بطرس غالي وأسسها واللي بيكتب فيها فعلا أخيرا من أهم وأبرز باحثينا. إزاي يعني أولا ممكن نقول إنه المادة دي هنقربها أكتر للناس من ناحية المضمون، ومن ناحية كمان ممكن حد يجي يقول لحضرتك هي بكام أصلا مجلة السياسة الدولية عشان اقدر متوفره في ايد الناس، اقدر تو افورد او ان انا بيبقى معايا فلوس اجيبها في وقت زي ده؟ هي معلومات بتقول 20 جنيه تقريبا حسب المعلومات يعني. بص يا حسام، السياسه الدوليه اولا هي اللي غيرت مسار حياتي. يعني انا كنت بشتغل في شركه سياحه من ثانيه ثانوي لغايه بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه، لغايه ما حصل موقف مع مدير التنفيذي للشركه انه داخل فلقاني قاعد في الكاونتر بتاع التور ليدرز والاوبريتورز بقرا السياسه الدوليه، فراح ماسك السياسه الدوليه ورميها في الارض اللي انت بتقوله ده. فقلت له انت بتعمل ايه يعني؟ فقال لي لا ما هو ما فيش سياسه مع السياحه. ودي نقلت حياتي فعلا، وكان بدايه لقائي بالدكتور اسامه الغزالي حرب ونقله كبيره حصلت في حياتي ان انا غيرت. انا كنت ناوي اكمل في كارير السياحه، انما نقله كبيره حصل شيفتنج حصل انك انت تناقض كبير بين انك انت حابب تقرا واللي انت بتقوله صح، حابب تقرا الماده اللي انت طول عمرك درستها وتشوف التفاعلات اللي بتتم حواليك في العالم، وفي نفس الوقت انت كنتش حاسس ان ده هيأثر عليك، بس يبدو ان كان في مشكله ما عند الشخص ده، بس كويس ان هي حصلت علشان تنقل حياه الواحد. فعلا بتحصل في حياه البني ادم، ممكن يكون شايفها ليه بيحصل لي كده بتبقى بالعكس لمصلحته. انما السياسه الدوليه زي ما حضرتك بتقول تاريخ، هي كانت جزء من مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه، انفصلت عن مركز الدراسات السياسيه والاستراتيجيه في عام 95، بقت مطبوعه مستقله. تاريخ مجلة السياسة الدولية اتربط مش بس الباحثين في مجال العلوم السياسية في مصر، باحثين في مجال العلوم السياسية في مصر والعالم العربي، بل والعديد من دول العالم بيرجعوا لها باعتبارها مرجع رئيسي في الأبحاث، سواء رسائل ماجستير رسائل دكتوراه، للتاريخ اللي مجلة السياسة الدولية اشتغلت فيه، وللرصانة وللثقة للأسماء اللي تولت إدارتها، ولطبيعة الموضوعات اللي تم تناولها على مدار تاريخ السياسة الدولية. بس اللي حضرتك بتقوله واقعي جدا، واقعي جدا. وهقول لك على حاجه، احنا انا بفكر ان احنا نعملها الفتره اللي جايه، بفكر ان احنا الفتره اللي جايه ندخل شباب الباحثين معانا اللي حضرتك تفضلت بيه والنهواند قالته. مهم جدا ان احنا نفهم شباب الباحثين، انت محتاج تجيب تجتذب اولا هذا القطاع انه يحس انه بيأدي دور. تاني حاجة انت محتاج هذا القطاع انه يشوف نفسه بيكتب حاجة. الشباب الباحثين انا لما كنت في سنهم انك تشتغل باحث مساعد، انما فيهم كفاءات عالية جدا بالتنسيق مع كلية الاقتصاد، وتم الاتصال باحد الدكاترة العظام هناك دكتور محمد كمال، وشبه ان احنا متفقين ان احنا نعمل بروتوكول ان شاء الله ان احنا نجيب اهم الطلبه اللي بيعملوا مشروعات تخرج والكليه متوسمه فيهم خير، ان هم يبتدوا يكتبوا وياخدوا فرصه يحس ان هو بيعمل حاجه طبعا. ودي ممكن تكون المخرج شويه اللي انت بتدور عليه، انك تعمل لينك بينك وبين الشباب وتخلي الشباب ده يكتب بالاسلوب اللي هو عايزه، بس في اطار التقاليد المسموحه بتاعه مجله عريقه زي مجله السياسه الدوليه. انما لا يمكن انك هتنزل بمستوى المجله، بل بالعكس انت تحاول تدققها اكتر في معايير، بس تدققها اكتر في الجزء الرئيسي بتاع المجله، شغل المجله الرئيسي، انما في جوانب التطوير اللي انت ناوي تعملها ممكن تدخل هذه المساحه علشان تتيح لشباب الباحثين ان هم يعبروا عن نفسهم، تعمل بينهم وبين المجله نوع من انواع التواصل المختلف، وتخليه يحس ان هو برضو يعني احنا واحنا طلبه في الكليه تحس ان في مستقبل، حتى انك انت ممكن تلاقي فرصه في يوم من الايام ان اسمك موجود في مجله زي السياسه الدوليه. طب دي مهمه جدا لطلبه كليه الاقتصاد، واعتقد ان احنا لما نعمل ده هيكون حاجه مفيده جدا. طب ممكن اسال سؤال؟ طب حضرتك شايف ليه تم اختيارك رئيس تحرير لهذه المجله؟ يعني يعني بمنتهى كده الشفافيه عايزين نعرف، شايف حضرتك ليه تم اختيارك تحديدا؟ لا مش ليه تم اختياري، ليه تم المنطق او فلسفه التغيير وراها ايه؟ التغيير مش لا في شخص لا لا انا مش عايزه فلسفه التغيير، انا عايزه اختار حضرتك ليه؟ ما هو احمد ناجي قمحه لوحده مش واحد، احمد ناجي قمحه جزء او واحد من مجموعه. الفلسفه بتاعت التغيير انك انت في لحظه من اللحظات محتاجه تحطي ادوات مختلفه للدوله دي في وجه الحرب اللي الدوله بتخوضها. كل واحد في مجاله، كل واحد في المجال اللي درسه، كل واحد في مجال اهتمامه. ده مجال اهتمامك، انت خريج اقتصاد وعلوم سياسيه فتره طويله جدا، رئيس وحده دراسات الراي العام والاعلام في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه.
عندك خبرة كبيرة بتوجهات المجتمع واهتمامات المجتمع، وازاي يقدر ده ينعكس في السياسة التحريرية بتاعت المجلة. المجلة طول عمرها على فكرة بتركز على السياسة الدولية بعيدا عن الشأن المصري، يعني نادرا ما بتبقى موضوع مصر محور رئيسي في موضوعات المجلة او ملفات المجلة. بالعكس انت محتاج مصر النهاردة تبي ان هي تبقى يعني more concerned، يعني مهتمة اكتر، او هي المحور بتاع الكور بتاع تناول الملفات المجلة، لان المصريين محتاجين يعرفوا اكتر. دوائر السياسة الخارجية المصرية دي طول عمرها موجودة في المجلة بالطبع، لكن انت محتاج تتناولها في الاطار الجديد. العالم مش واقف على الزمن القديم، العالم بيتطور. فالفكرة انك انت الدولة في هذه المرحلة عن طريق الهيئة الوطنية للصحافة اختارت مجموعة كل واحد في مجاله له مهمة في مجال عمله. انت على حسب الديسكريبشن بتاع او البيانات الخاصة بيك او البيانات الشخصية الخاصة بيك بتقول انت مؤهل انك تمسك ايه او تشتغل ايه. لما انا ببص لها اعتبار جيل جديد من بيتولى في الصحافة المصرية، امل جديد. يعني احنا بنتكلم ان احنا وصلنا 50 سنه تقريبا، كلنا بنلعب في الرينج ده. ده كان حلم زمان لناس ان هي صحيح حلم. وبعدين انت بتيجي في اطار منظومه ثانيه مهمه برضو انا هوند ان احنا نتكلم فيها، ان في اطار منظومه التغيير، انك انت بقى في اليه بتحكم التغيير واليه للرقابه، ان كلنا بنشتغل وانت عليك اليه رقابه من الهيئه الوطنيه للصحافه ومن رئيس مجلس الاداره. فكل دي عوامل بتحط عليك مسؤولية أكبر. إنما إنك أنت ليه اختيار أحمد ناجي بالذات؟ مش أحمد ناجي بس، إنما ليه المجموعة دي تم اختيارها؟ المجموعة دي تم اختيارها لأن الدولة المصرية كانت فاقدة الزراع الإعلامي بتاعها في الجزء الصحفي والجزء البحثي على مدى 6-7 سنين اللي فاتوا. فأنت محتاجة في هذه اللحظة إنك تاني تخترقي الوعي العام والرأي العام اللي تم تدميره في العديد من القضايا بتناول موضوعي وتناول يعيد تاني بناء الثقة بين المواطن وبين المؤسسات الصحفية بتاعته. لأن كلنا في النهاية بنشتغل في مجال الإعلام. لما بنقول الإعلام المصري في الجانب المسموع والمشاهد منه والجانب الصحفي فيه مكون رئيسي، لازم كل المجموعات دي تشتغل في إطار متناسق. مفيش فرق بين الإعلام الخاص والإعلام القومي، في حاجة اسمها إعلام وطني. لحضرتك شايف أن الصحافة في الفترة السابقة ما كانتش إلى حد ما وطنية؟ تم تدميرها يا فندم. تم تدمير المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية المصرية تدمير كامل. يعني الـ 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 الأوضاع في المؤسسة، يعني احنا كان عندنا اجتماع امبارح مع الأستاذ والزميل فاضل عبد المحسن سلامة مع رؤساء التحرير الجدد اللي تولوا مهامهم في مؤسسة الأهرام. لا، الأوضاع صعبة جدا، والمؤسسات تعرضت، مش مؤسسة الأهرام بس، هي يعني مؤسسة الأهرام ليها قصة كلنا طبعا فاهمينها. كل المؤسسات الصحفية يعني كل المؤسسات الصحفية. لا كل المؤسسات الصحفية دي حقيقة. ده كان مهم جدا ان احنا لازم نشير ليه، ولازم نشير ان المهمة تقيلة على الناس اللي جاية. انت مش عايز تشتغل سياسة تحريرية بس، ده انت عايز تشتغل سياسة تحريرية وسياسة إدارية كمان مختلفة بالضبط. تقدر تساعد بيها على تنمية موارد، او تقدر تعمل نوع من انواع الماركتنج للمطبوعه عبر افكار جديده بره الصندوق. لان ممكن ازود لك عبء كمان، وفي وسط انه في تحدي كمان كبير. انتوا عندكم ازمه اقتصاديه في البلد مثلا، عندكم انه احنا بقى اصبحنا امه لا نقرا اصلا، فدي برضو عامل اخر. يعني في تحديات امام اي شكل مطبوع او ورقي دلوقتي اصلا. الناس كلها بتقول لك طب ما اروح اونلاين يا عم، انزل هلاقي ابحاث وهلاقي كل حاجه، وممكن الاقيها بشكل محبب او بشكل خلينا نقول ستريت للبوينت اللي انا بدور عليها، يعني وشكل محبب اكتر او ابسط، يعني او خلينا بيستخدم وسائل اضاحيه احلى او كده. دي تحديات قدام حضرتك برضه. ما هو كل الجرائد تراجع توزيعها، ما بالك بقى بالمجلات المتخصصه. السياسه يعني الدوليه، السياسه الدوليه ليها موقعها وليها جمهورها الخاص طبعا، ده امر لا يختلف عليه احد. انما خلينا نقول التحدي الاعظم قدامنا كلنا، لان تاني انت بس انت عايز توسع الشريحه، ما بتتكلمش عن فرد لوحده، انت بتتكلم عن مجموعه. المجموعه دي لازم كلها تحط ايديها في ايدين بعض. ليه؟ العوامل اللي حضرتك بتقولها دي او العناصر اللي حضرتك ذكرتها دي كتحديات، هي عناصر تهدد فعلا مستقبل الصحافه المصريه. عناصر مهمه جدا، بدءا من تراجع الاقبال على القراءه،
بدءا من عدم الاهتمام بالصحافه المقروءه اقترانا بالمقارنه ما بين الصحافه المقروءه والصحافه الالكترونيه او الديجيتال. لما بتبص للديجيتال كل الجيل الجديد الورقيه يعني او قدام الديجيتال انت بتبص للجيل الجديد حتى بما فيهم احنا لو قلنا جيل الوسط او خلاص يعني فبتقول لا حضرتك احنا ايه لا حضرتك خمسينات ده احنا شباب لا عشان الكلام يبقى واضح طيب فلما بتبص على ده بتبص تلاقي انك انت ماسك التليفون بتاعك لا حسام لسه حسام اصغر مني بسنه كمان فبتبص للتليفون بتاعك انت بتاخد الماده كلها او بتقرا كل الماده اونلاين. السياسه الدوليه الحقيقه يعني الشباب والزملاء اللي كانوا متولين ادارتها طول الفتره اللي فاتت لا عاملين تراكم مهم جدا على الموقع الالكتروني بتاعها وتقدر توصل ليه وتقدر تاخد العديد من المراجع. محتاج تطور ده محتاج تطور الشكل اللي حضرتك بتتكلم عليه عشان يبقى في نوع من انواع الربط بينك وبين افكار جيل جديد يهمه جدا الانفوجرافيكس يهمه جدا ان هو يشوف شارت دي حاجات بتجذب عين ال يشوف صور صور من الاماكن ومن الاحداث ده مهم بس ده بقى يبقى في الـ بنتكلم على مجموعه بتشتغل مع بعض طبعا. ان ده تبقى رؤيه مجموعه ورؤيه المجموعه اللي تولت اداره او رئاسه تحرير مؤسسات صحفيه مختلفه. انت الموضوع عندك هيبقى مقترن مثلا بانفوجرافيك مرتبط عندك بشارتس بتعرض لتطور قضيه معينه يعني محدوديه مقارنه بصور الا لو الامر بيتعلق بعمليات ارهابيه او ممكن تحط لقطات او ممكن تحط فيديو في قلب المعالجه اللي بيتم تناولها او تحليلها. كل دي الامور دي مهمه فانت في مرحله مش شخص هو اللي هيعمل كل حاجه انما في مجموعه وللامانه الشديده المجموعه اللي متواجده في المجله مجموعه من اقرب الشخصيات من اهم الناس اللي بتشتغل في هذا المجال كل واحد فيهم في تخصصه حد مهم جدا ليه اسمه ليه تقله. اهم حاجه انك انت تشتغل بروح جديده تشتغل بروح الفريق الجماعي يعني انك تبقى فريق عمل جماعي دي حاجه مختلفه يمكن بيتميز بيها مركز دراسات سياسيه والاستراتيجيه في الاهرام على الرغم من اختلافاتنا البينه الشديده من اقصى اليمين لاقصى اليسار انما لا تستطيع انك انت تقف على لحظه بتلاقي فيها الخلاف ده يمنع الاندماج او الاهتمام في العمل البحثي. في قواعد بتجمعنا في العمل البحثي في قواعد بتجمعنا في الانتاج العلمي اللي احنا بنقدمه فده كله حاكم ليك وانت بتشتغل. طب ولا يؤثر على طبيعه الماده المقدمه؟ خلينا نقول احنا دلوقتي في عصر مضطرب ورؤيه بالذات الاشكالات الدوليه اصبحت يمكن على حسب انتمائك وتوجهك انت الشخصي وعلى حسب انتماء وتوجه الدوله اللي بتنتمي اليها او على حسب يعني انت عارف حتى الاخبار اصبح كل واحد اصبح بيراها بشكل ممكن واحد يرى دور الدوله دي بانه دور بطولي والاخر يرى دور الدوله دي بانه دور عظيم وبالتالي ده برضو بينعكس بشكل او باخر. انتوا باحثين فبالتالي المهنه يعني في اصول بحثيه وعلميه بتطبق يعني برضو ممكن انت يكون السؤال وقفت على النقطه. بص الانتماءات الشخصيه او الانتماءات السياسيه او الانتماءات الايديولوجيه يعني انا لما اكتب مقال راي في مكان ده راي احمد ناجي بالظبط انما لما اشتغل استطلاع راي او اشتغل بحث لا ده بيتحيد ده ملوش دعوه صحيح. ده ملوش دعوه بقواعد او المنهج العلمي او المنهج البحث العلمي اللي انت بتشتغل بيه لان دي قواعد. التجريد صعب جدا يعني خليني اقول لك انك تكون مجرد وانت بتشتغل صعب جدا بس بقدر الامكان انحيازاتك لابد ان تتجنبها. احنا في انتخابات مجلس الشعب 2011-2012 اللي هو جاء بتنظيم الاخوان الى الى الى, إلى سده الحكم او سده النظام التشريعي انت احنا المركز الوحيد اللي عمل استطلاعات راي في هذا التوقيت وقال ان التيار الاسلامي السياسي هيحوز على 70% من مقاعد مجلس الشعب. ما تقدرش تقول علينا ان احنا منتمين للتيار انما انت طبقت قواعد البحث العلمي بتاعتك عملت استطلاع راي منضبط وصلت للنتائج دي. فحتى في انتخابات رئاسه 2012 قلنا ان الاعاده بين الفريق شفيق وبين مرسي وياتي من بعيد السيد حمدين صباحي. انا ممكن اكون مختلف مع الاخوان المسلمين وممكن اكون مختلف مع السيد حمدين صباحي انما قواعد البحث العلمي اللي بتحكمني ما تخلينيش اخرج عن اطار العلم اللي انا اتعودت او العلم اللي هو بيقودك الى النتيجه اللي انت بتقدمها. ده مهم جدا ده فرق كبير جدا بينك وانت بتؤدي العمل البحثي والعمل العلمي وبين انك بتعبر عن نفسك في مقال راي هو رايك مش هقدر اكتمه بعيد عن نفسي انا بعبر عن نفسي. طيب استاذ احمد انا هسال سؤال بس هنجاوب عليه بعد الفاصل بس
بس هل كان في بعض التعليقات اللي كانت مكتوبة عن فكرة التعديلات الأخيرة لرؤساء التحرير؟ كان البعض بيرى أو كان رأيه يعني أنه شايف هنا هيكون في رأي واحد، هل هيكون في رأي واحد ولا هيكون في آراء مختلفة وهيكون في إلى حد ما معارضة ولا لا؟ بس خلينا نرجع نجاوب السؤال ده مع حضراتكم، فاصل سريع ونرجع مع أستاذ أحمد ناجي قمع. مرحبا بحضراتكم ومرة تانية، وأستاذ أحمد بقى ممكن حضرتك تجاوبنا كده على هذا التساؤل اللي كنت بسأله بناء على بعض الآراء اللي كانت مطروحة حول بقى هيكون في رأي واحد أم هناك برضو هيكون في حرية ومعارضة وغيره. رأي واحد لمين؟ السياسة التحريرية يعني. السياسة التحريرية لا بصي حضرتك، هو تعبير عن اتجاه واحد. أولا أنت هيحكمنا، هيحكمنا ميثاق شرف جديد بيتعمل هيطلع كويس. هينظم العمل. تاني حاجة انت بيحكمك في هذه اللحظة ان المجتمع شديد السيولة والافكار فيه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، ما تقدريش تعملي هذا النوع من المنع والكبت، لكن بالعكس انت تحاولي ان ترشدي ده، انك تحطيه في الاطار الصحيح. انت ممكن تكون عندك اراء وسياسات وافكار معارضة بس حطها في الاطار البناء بتاعها يعني ابني وانت مش تنتقد عشان تهدم بالظبط، وانت بتطرحها اطرحها في اطار كيف يمكن لك ان تطرح سياسات بديلة تمكن صانع القرار انه ياخذ القرار بصورة اكثر رشادة. صحيح. انما انك انت متبني دائما ابدا سياسه الهدم او لا ده مش وقته، يعني انا اتصور ان ده مش وقته. تاني حاجه لا يمكن انك انت تقول ان دوله بكل مؤسساتها تتجه الى التضييق والخنق على المجال الاعلامي، بالعكس ده احنا بنشتكي من السيوله الشديده جدا اللي موجوده في المجال الاعلامي، وخلينا نقول الصحافه ما بقتش مؤثر كبير قوي الى الحجم التاثير بتاع القنوات الفضائيه والقنوات الخاصه والى اخره. المؤثر ده مؤثر مهم جدا، وخلي بالك او السوشيال ميديا المشاهد، انت لو بتقيس المشاهد وانطباعاته المشاهد ما بينساش، المشاهد بقى ذكي جدا. ومن 2011 لغايه النهارده المشاهد قدر يكون فكره عن شخصيه كل مذيع بيطلع، فكره عن شخصيه البرنامج اللي هو بيطلع يتكلم فيه، وبالتالي الانطباع ده انت مش قادر تفكه لغايه النهارده. يعني في ناس بتظهر بتحاول تتكلم في قضايا وتتبنى مواقف وطنيه، انما المواطن مش قادر ينسى مشاهد شافها من 2011 لغايه النهارده. فده حاجه مهمه جدا انك انت بتقول الموضوعيه والمهنيه لابد ان هي تكون الحكم في التعامل، وانك انت وانت بتعرض القضايا مش لازم كل يوم تسود لي الدنيا وتطلع لي البلد ما فيش فيها امل، لان ده مش طريقه ان احنا يمكن، بالعكس ده انت بتساعد على بس الاحباط والياس. انا دايما استاذ احمد بدي مثال في الموضوع ده بالطفل الصغير، احنا هنقول الدوله زي مثلا على سبيل المثال الطفل الصغير اللي انت عايز او ابنك وعايزه يبقى احسن حاجه في الدنيا، ما بنقولش ان نيات وحشه، لكن انت كل يوم عمال تقول له انت كذا انت فاشل، انت مش هتنجح ابدا، انت بتهدمه. فحتى لو هنفترض حسن النية من الناس اللي بتتكلم بهذا الشكل، بس ده او دي ثقافة هدم. فانا اتفق مع حضرتك في جزئية ان احنا الفترة دي مش ابدا قابلين ان احنا نكون عندنا الفكر ده او السياسة دي، لان كده احنا بنهدم. ما حدش قال ما تقولش رأي، فعلا زي ما حضرتك قلت برضو يبني، لكن انا ثقافة الهدم ضدها تماما بصراحة. وخلي بالك يا استاذة نهواند واحنا بنتكلم في الاطار ده يعني عايزين نشوف البلد وكيفية إداراتها. يعني أكتر حاجة الناس بتشوفها في الشغل اللي بيحصل، البلد ما فيهاش حزب سياسي، مش كده؟ ما فيش حزب سياسي حاكم وما فيش ظهير سياسي للنظام الحاكم أو للسيد الرئيس، بس إدارة المؤتمرات الوطنية للشباب كلنا بنشوف نماذج فيها هنقول محدودة بس في نماذج ديمقراطيه في التعامل. يعني في اسوان الولد اللي طلع واتكلم وروح على اساسها الرئيس اتحرك فورا وساب المؤتمر وراح مصنع كيما يشوف المخالفات اللي موجوده والتحقق منها والرد عليه. فعندك حوار رئيس مع الحاج فاكر اسمه بغض النظر عن حمامه ادى في النهايه الى انك انت اخذت خطوات تتعلق باسترداد اراضي الدوله ورجعت لغايه دلوقتي ما يقرب من 42%، يعني الناس شغاله وشغاله باربع اجهزه او اربع مؤسسات في الدوله بتشتغل كل يوم اربع يمكن 48 ساعه في ال 24 ساعه ما قدروش يرجعوا غير 42% 42% لغايه دلوقتي بس من الاراضي اللي تم الوضع اليد عليها.
خلينا نقول ان مش ممكن يبقى هو ده الجو العام، ومش ممكن يبقى الجو العام اللي انت شغال فيه انك هتيجي في لحظه من اللحظات تقفل على البلد، لا هتفرقع. انما انت لازم تكون اداه من الادوات اللي تمكن هذا البلد من رؤيه البديل الاخر اللي يمكن ان هو يساعدها على اتخاذ القرارات الاكثر رشاده. وافتكر ان ده تصور الدوله في هذه المرحله، الدوله في هذه المرحله بحاجه شديده جدا انك انت تقدم لها ما يعرف بالمراكز التفكير او الثينك تانكس. ثينك تانكس في الولايات المتحده الامريكيه تضع سياسات وبدائل متعددة في المجالات الاستراتيجية والمجالات الاقتصادية والمجالات المعلوماتية وكل حاجة قدام صانع القرار. ترسم سيناريوهات، والسيناريو ده آخره. لأن صانع القرار محتاج ده، محتاج من المراكز ده. بالعكس أنت قدامك فرصة كبيرة جدا، فرصة هائلة جدا أنك تحول أو تعيد تاني. ما هو أنا لازم وأنا بقدم المادة دي لازم أراعي المجتمع اللي أنا فيه كمان. أنت كنت حضرتك بتكلمني على تبسيط حتى في السياسة التحريرية بتاعت المؤسسات الصحفية كلها بقى، يعني مش 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 عندي أنا بس لو بتكلم عن السياسة أنت محتاج أنك أنت تشوف المجتمع المصري عامل إيه، محتاج أنك تدور السيرفيز اللي احنا عملناها دي إيه القضايا اللي كانت شغلاه وإزاي تتناولها وإزاي تمس المواطن من جوه عشان المواطن يلاقي نفسه. هو ليه المواطن بيتفرج عليك وعلى القناة دي بالذات أو بيحاول يتابعها أو بيحاول يشوفها؟ لأن هو بيلاقي نفسه فيها، بيلاقي نفسه في الموضوعات اللي بتتناولها وهو عايز حل. يعني أنا بس يعني مع الرأي دايما اللي بيقول يا جماعة ما هو هتنقد وبعدين هتسكت يبقى ما تتكلمش أحسن، هتنقد وتلاقي لي حل تمام. يعني لما انت بتبقى عايز تنقد شيء يبقى انت عندك بديل او عندك حل ليه، فهي دي الفكره كلها. وهو يعني وريني ايه الحل، ايه المضمون في النهايه. يعني قول يا حسن. مش شرط يعني الاقي الحل، لانه انا ممكن كمواطن انتخب بس انا ما عنديش حلول. لان انا مش بتكلم عن المواطن، انا مش بتكلم عن المواطن خالص. لا لا مش المواطن، مش المواطن. انت ادوات مساعده، يعني احنا كلنا ادوات مساعده لهذه الدوله، احنا القوه الناعمه لهذه الدوله، احنا القوه اللي المفروض تدفع هذه الدوله من الخلف الى الامام. احنا واحنا بنعمل الدور ده، دي الفلسفه المهمه في اللي حصل، انك انت الست سبع سنين اللي فاتوا عدوا علينا بطريقه صعبه جدا وما كانش حد باصص الدوله فيها ايه، لدرجه ان البلد بتجري في مشروعات تنميه وبتجري في مشروعات تطوير بنيه وبتجري في مشروعات تطوير طرق وبتجري في اقامه مناطق استثماريه والمواطن مش شايف ده. دي حقيقه. أيوة. دي حقيقه. انت محتاج في هذه اللحظه انك انت تقول ده بيحصل، في مشاكل في اللي بيحصل ممكن نقولها، انما لابد ان انت تخلي المواطن على وعي وعلى ادراك اللي بيحصل في بلدك وان ده لمصلحتك ولا مش لمصلحتك. مش عارف المشكله في ايه بقى، هو في خلاف على منطقه كده ضبابيه رماديه في النص ما بين النقد وما بين النقد البناء. يعني انت ممكن تشوف او ده ممكن تشوف ده نقد هادم، لكن ممكن يكون شايفه نقد بناء. يعني في مساحات النقد البناء ضبابية، النقد البناء على حسب انا شايف النقد ده انا بشوفه هادم وغير بيشوفه يعني فاهم حضرتك. النقد البناء يعني اللي انت بتتكلم عليه ده في الدراسات والابحاث، انك انت لما بتخلص البحث او الدراسه بتاعتك انت بتحط المقترحات او الكونكلوجن او 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 الى اخره. النقد البناء ده اللي نهاوند بتتكلم عليه، انك انت في مشكله حقيقيه صح، عندنا مشكله فساد، مش لازم انا كل يوم اطلع اقول الفساد ومين السبب في الفساد. طب اليات مواجهه الفساد، عندنا مشكله في الضرائب في الدوله، طب ازاي نقدر نحل المشكله؟ أيوة في الضرائب في الدوله عندنا دي مشاكل مفروض ومفروض تفكر فيها على فكره خارج الاطار التقليدي، لان الاطار التقليدي مع اتساع المجتمع مع كثره مشاكله مع تدخلها بقى من الصعب جدا انك تقدر تحلها بالصوره التقليديه اللي احنا عايشين بيها. استاذ احمد احنا بنتمنى حضرتك التوفيق كمان، وعايزين نشوف ان شاء الله مجال السياسه الدوليه يعني ان شاء الله بتشهد اعلى كمان التوزيع وغيره باذن الله، وككونتنت كمان اكيد. نشكرك جدا استاذ احمد ناجي قمحه، رئيس تحرير مجله السياسه الدوليه. شكرا جزيلا لحضرتك ومبروك مره ثانيه. هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل هنسيب السياسه بقى شويه ماده دسمه، احنا في رمضان برضه نسيب الموضوع ده شويه، هنبتهل مع بعض الى الله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وبما اننا في ليالي رمضان اللي بيعز فيها دائما وبنصحى فيها جميعا للوصول للصفاء الروحي كده والنفسي، مفيش احلى من الابتهال، والابتهال اصلا فن مصري، بعض بيعتبره فن مصري خالص خلينا نقول، ارتبط دايما بفكره حب الله والصفاء الروحي والسمو بالذات. واختلف المؤرخون تامه في نشاه الابتهال كتراث شعبي، لكنه خلينا نقول كان
بعض كمان بيرجعوا للعصور الفرعونية حتى، وبعد كده انتشر وازدهر في عصور الإسلامية سواء كان عصر الفاطمي أو المملوكي وغيرها أيضا من العصور. وخلينا نقول أنه مصر شهدت مجموعة كبيرة من أكبر وأشهر المبتهلين مش بس في مصر لكن في كل عالم الإسلامي، الشيخ النقشبندي، طه الفاشني، نصر الدين طبار، البهتيمي وغيرهم من مجموعة من كبار المنشدين والمبتهلين اللي أثروا خلينا نقول التراث الإسلامي بشكل أو بآخر. النهاردة هنبتهل معاكم بحضور أيضا المبتهل الديني أحمد صلاح. دين أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. يا أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة حضرتك طيب، كل سنة حضرتك طيبة، كل سنة والشعب المصري كله طيب وبخير وأيام سعيدة علينا كلنا يا رب. كل سنة وأنت طيب يا أحمد، وخليني بس أقول إن أحمد ضيف يعني دائم في صباح وأنت تحديدا طبعا في رمضان، وكل سنة بيجهز لنا حاجات مختلفة. أنت مجهز لنا إيه السنة دي بقى؟ مجهز حاجات إن شاء الله جميلة بإذن الله تسعدكم وتسعد السادة المشاهدين. كلها طبعا مناسبة رمضان. مناسبة شهر رمضان طيب إن شاء الله. نبتدي كده بحاجة نسمعها وبعدين نكمل؟ إن شاء الله ماشي. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي، ونور ساطع مين العلالي. هلت ليالي هلت ليالي، ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. ليالي حلوة نشتاق إليها، وفيها ليلة الله عليها. القدر فيها الله أكبر يوعدنا بيها، الله أكبر أكبر. القدر فيها الله أكبر يوعدنا بيها، الله أكبر. ويا رب توبة في العمر نوبة، ويا رب توبة في العمر نوبة، وتكون قريبة تسعد أمالي. هلت ليالي هلت ليالي، هلت ليالي حلوة وهنية، ليالي رايحة وليالي جاية. فيها التجلي دايم تملي، فيها التجلي دايم تملي، ونور ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي. عليك يا احمد بجد، صوتك انا من الاصوات اللي بحبها بجد، يعني دي مش مجامله، انا كل مره بقول لك كده بس لازم افضل اقول كده. ربنا يخليك يا رب، ودي حاجه من عند ربنا ما دخلتش فيها. وبعدين يعني الانشاد الديني حاجه بتروح عن الناس، يعني تخيلي كده اقول لك الا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا بنذكر ربنا وبننشد لله ولسيدنا النبي، فاكيد حياه بتعيشك في روحانيات جميله، وحياه جميله قوي لما تسمعي انشاد وابتهالات. يعني الحمد لله اولا حسنات في نفس الوقت، وبتريح القلب نفسه. يعني لو الواحد مهموم او عنده اي حاجه نفسيه، حتى الدكاتره النفسيين يقول لك لو حد مش مرتاح نفسيا يسمع انشاد ديني، يسمع قران، لان ربنا قال لك الا بذكر الله تطمئن القلوب. حلو ده، لانه كمان ما فيش اجمل انك تتعبد لربنا بالفن. يعني والله جميل يحب الجمال، يحب الجمال، صوتك جميل، فتتعبد لربنا بقيم جماليه وبصوت جميل، فما فيش احلى من كده. خليني اسالك يعني هذا الفن، وكنا بنتكلم انه مش معروف بالظبط بدايته او نشأته او انتمائه لاي عصر، لانه احنا عامه كمصريين فكره الغناء موروث تاريخي، والغناء لله كمان موروث تاريخي في اي مكان العصر. لا، من ايام سيدنا النبي كمان، حسان بن ثابت كان بيكتب لسيدنا النبي شعر وبتاع، وكان يعني وبلال كان يأذن
يعني. وبعدين اساسا يعني الانشاد برضو يعني خاصه يعني في العصر الفاطمي كمان بالذات ظهوره وبدايه ظهوره اساسا في العصر الفاطمي وايام الفراعنه كان موجود برضو. ما هو انا بتكلم في كده احنا ارتباط غنائنا لفكره الاله بشكل عام فكره يعني من اساسيات. وبالنسبه للديانه المسيحيه الترانيم الدينيه برضو نفس النظام يعني ده انشاد بالنسبه لهم. هي ترانيم. كلها حاجات روحانيه انا متفق معاك جدا بتريح طبعا. اي انسان بغض النظر حقيقي يعني ممكن طبعا. شخص غير مسلم يستمع للانشاد الديني ويحس براحه والعكس صحيح انا ممكن استمع لترانيم تحس برضو براحه براحه ذكر لله ده يعني. بيحصل دلوقتي طبعا بنشوف المسجد ده في حفلات في حاجات كتير لانه في النهايه انت بتغني لقيمه روحيه خلينا طب نسمع تاني احمد هنسمع نور اطل كلمات الشاعر محمد الزوم نور اطل ده انت قلتها رمضان اللي فات ولا دي جديده؟ لا دي حاجه جديده الشاعر محمد الزوم برضه ماشي. نبأ عظيم نور أطل من السماء نور أطل من السماء تزه به الأكوان رحل الظلام من الورى وانجابت الأحزان نور أطل من السماء تزغ به الأكوان رحل الظلام من الورى وانجابت الأحزان الجهل ولا الجهل ولا الجهل ولا وبنوره تتحطم الأوثان لما أتى الطير رفرف منشدا والجن والإنسان لما أتى الطير رفرف منشدا والجن والإنسان لما أتى حط الأمان على الورى والبر والإحسان لما أتى
السراء ليرانك السراء لما أتى أطفئت يغتاله غليان. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليك. الله عليك، الله عليك، اللهم صل وسلم. وبعدين قاعد بتفرج على ملامح وشك، يعني في لحظات تجلي كده بيبقى الواحد يعني بيتمنى الوصول اليها، ودي روعه الحمد لله. انا بعتبره طريقه، يعني هو يعني جزء من العباده، يعني طريقه عباده طبعا، والابتهال الابتهال الرجاء والتقرب الى الله. وفي نفس الوقت بقول لك ايه، استمتع تمتع. الله عليك. استمتع تمتع، انت لو حاسس بالكلمه وانت بتقولها استمتع. ده اصل انت بتقول حق مين؟ ده انت بتقول كلام لسيدنا النبي، يعني اعظم حاجه في في, في الكون كله، فلازم تستمتع وانت بتقول يا رب وسيدنا النبي. ده حاجه يعني ده مبدا حلو جدا، ده على فكره يتطبق في كل حاجه، يعني استمتع تمتع. لو طبعا لما تستمتع بالكلام اللي انت بتقوله، حتى في 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 يعني في حاجه انت مألفها او كده، بيبقى عندك روح ان انت تعرف تقولها للناس. وبعدين ما شاء الله الشاعر يعني كاتبها لي برضه، الشاعر محمد الزوم ما شاء الله شاعر جميل وبيكتب حياه ما شاء الله، واخد جائزه في الشعر المركز الاول في مصر ما شاء الله برضه، يعني ايه الايد اللي بتكتب برضه. طبعا طبعا الايد اللي بتكتب. وانا بالنقطه دي عايز اتوقف عندها، يعني احنا بنتكلم في فن وتراث مصري اصيل، خلينا نقول ونقد العالم الاسلامي كله المحافظة عليه. وانت اللي عجبني انت واخد كمان، يعني في البعض بيتجه مثلا في مدرسة ان هو يعيد مثلا الابتهالات القديمة، واحنا قلت امثلة ومدارس ومدارس كبيرة، لكن الجميل كمان ممكن في موجة تانية وتالتة واشعار جديدة وابتهالات جديدة وتواشيح اخرى وجيش لازم التجديد. لازم التجديد، يعني لازم التجديد. شوف ازاي قد ايه وبتشتغل عليها ازاي. يعني مثلا انا مثلا مدرستي اللي متاثر بيها وبحبها، يعني متاثر بيها مدرسه الشيخ نصر الدين طوبار، في مدرسه الشيخ النقصبندي، في مدرسه الشيخ علي الزاوي، الشيخ الهلباوي، كل المدارس دي كل المدارس دي اساسا ابتهالات وانشاد وتواشيح. والشيخ طه الفاشني، يعني انت قلت ما شاء الله البهتيم، قلت اسماء يعني زي ما تقول عتاوله لعتاوله الانشاد، واصل الانشاد مصر وجمال الانشاد مصر. يمكن كمان بالمناسبه الشيخ الباوي ابنه كمان الشيخ علي الباوي ما شاء الله، والشيخ الفاشني ابنه ايضا حتى بيمارس، هو ما شاء الله حاليا كمان يعني انشاد. ففي لدينا جيل جديد حتى بعضهم ليهم اعمال في رمضانيه السنه دي. وطبعا كمان يعني عندك مدرسه الانشاد حاليا في نقابه للمنشدين والمبتهلين تحت لسه الاشعار ان شاء الله باذن الله. جميله برضو بتضم الناس أنا دي. انا فاكره انت اتكلمت معانا على الموضوع ده من سنه تقريبا، كان في حاجه ان انتوا تعملوا، بس يا ريت يفعلوها، يعني هم لسه قانون في مجلس الشعب برضو، ما تبقى حاجه جميله تضم الناس دي، وتبقى عندك نقابه الانشاد تطلع بدل ما نشوف دول حاجات بنسمعها غريبه يعني الشكل. يعني في عوائق مثلا على سبيل المثال عوائق زي ايه يعني؟ لسه يعني في مجلس الشعب لسه برضه ما اقروش، يعني لسه عايزينها تكون حتى عامله. هتساعد في ايه؟ هتساعد طبعا. امال ايه؟ يعني انشاء، يعني ما يبقى عندك مدرسه انشاد، كل طالب يروح ويتعلم المقامات الموسيقيه ويتعلم اللغه فيها، طبعا هتساعد في حاجات كتير، هتنشر حاجه اسمها انشاد ديني في مصر بدل ما بتسمع حاجات غريبه. بيبقى كمان في رمضان بس مين؟ لا في المواسم كلها يعني لا التركيز الاقوى بيكون في رمضان عشان موسم الحفلات والامسيات الدينيه طبعا، مع ان يعني الناس بتبقى عايز تسمع ده على مدار السنه، على مدار السنه كلها. فعلا. اما يبقى مثلا عندك مدرسه انشاد في البحيره، في الجيزه، في الغربيه، في كل مكان هتلاقي الطالب بيروح هناك عايز انضم لمدرسه انشاد تبي تتعلم. انا فاكره انت من سنه تقريبا كنت قلت لنا انك عايز تعمل مدرسه او حاجه كده، حسب ما انا فاكره كنت بسالك ايه اللي انت عايزه في قدام مش او حاجه يعني زي كده، فرقه انشاد ديني. فرقه صح كده. هو حاليا في فرقه انشاد ديني بس في مصر تعمل حاجه خاصه، وانتشرت في مصر كمان، خاصه كمان عاوز اقول لحضرتك فرقه ابو شعره السوريين. فكله عايز يبقى ايه المرعاش لكله. طب احنا عايزين نعمل كده، عايزين نقوم بكده،
فبدأ ما شاء الله يعني 5 6 7 يجمعوا بعض فرقة إنشاد دي 5 6 7، بس لازم برضو دراسة المقامات المصرية أيوة بتساعد في حاجات كتير طبعا. طبعا والفرقة تحديدا حضرتك درستها برضو درسها الحقيقة. طبعا طبعا اتمنى نشوفك كمان على شكلتها المصرية كتير. طبعا سمعنا ايه بقى؟ طيب احنا الاول نشكرك علشان احنا هنختم يعني باخر انشاد هتقوله لنا وبعدين هنختم الحلقة، فنشكرك يا احمد جدا كل سنة طيب ويا رب تكون معانا تاني في رمضان قبل ما ينتهي ان شاء الله في حلقة تانية ان شاء الله باذن الله. نشكر حضراتكم ونشكر حضراتكم ونروح بقى نسمع احلى من كده نختم معاك. ده حقيقي. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله. قبل ما نختم بهدي الابتهال ده للمعتمرين والذاهبين الى بيت الله الحرام، ويعني خاصة صاحبي احمد عبد الحليم والرائد محمد حسام، يعني عايزين نسمعوا برضه. ماشي ذوقك معاهم ان شاء الله ربنا يخليك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله فرصة. يا رايح لحبيبي الهادي وهتنزل على اكرم وادي، سلم لي على الهادي، سلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي، سلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي، سلم لي علي وقول له حبيبك نفسه يا طاي قبل ايدك ويزور اكرم وادي، سلم لي على الهادي حبيبي وسلم لي على الهادي، وسلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي، سلم لي علي بشوق ومحبه وسلم لي علي جوه الكعبة، وسلم لي على الهادي بص ارضه بوست الحنية، بص ارضه كمان بوست النية لاحبابي واولادي، وسلم لي على الهادي طبيبي وسلم لي على الهادي، وسلم لي على الهادي شفيعي وسلم لي على الهادي، وانا يوم ما غرقت في انواره صبحت انا ضفت افضاره، وانا يوم ما غرقت في انواره صبحت انا ضفت افضاره، بكتهم حسادي سلم لي علي وصلي وسلم، سلم لي علي بقلب مسلم.